اسباب يعني هاي الاستدامات الكثره اللي في المدينه؟ هي اذا ماكو لا اجازات لاكو نظام بالمرور كل من جاع يسوق سيارة وأسرع للصدامات. ممكن سبب أيضا الموبايلات في بعض مرات. احتمال موبايلات المسجلات. لازم يطلع فد عقوبة رادعة الكل من يستعمل الموبايل وقت السياقة. وأيضا إجازات السوق اللي ما حاملها ما يسوق. إيه المفروض ما يسوقه. فهسه ما جاء يسوق. إيه مو جاء يسوق. حتى أطفال صغار. أطفال صغار أشكال يسوقون. هاي تعلم السياقة بالشارع. والله شوف هو بالنسبة لسواق التاكسيات يعني بصورة عامة. دائما يعتنون بالموبايل اكثر من الشارع، ولهذا السبب مو بس امام المحل اللي هنا باكثر من مكان، بالاضافه الى قله رجال المرور في الشارع. احنا اكثر في مدينه الموصل مدينتنا الحبيبه فوق تقريبا 1500 مره لحد الان مفصولين ما رجعوا، يعني هاي لو يرجعون يمسكون الشوارع اكيد تقل الحوادث. زين هذا الحادث شاهدته من عينك شلون يعني بسبب ابو الكوين؟ اكيد سبب ابو الكوين اللي مثل ما تحدث اخويا. السياره الاخرى اللي السياره نعم الاخرى اكيد نعم تاثرت بس قليل يعني قليل. إيه. زين العائل منو كان السبب؟ اكيد هو ابو الكوين اللي كان منتبه على الموبايل وتدري انت ما لو كان المرور يحاسب على اجازه السوق او على حزام الامان بالدرجه الاولى ما كان يصير اللي زين هذا لو ما سيارة أمامه ممكن كان دعم شخص أكيد نعم 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 صح تسبب وفاة شخص. شو توجه رسالة لدائرة المرور؟ والله أتوقع أنه بالإجازات السوق أو بكثرة رجال المرور في الشارع وتطبيق القوانين بصورة صحيحة. والله شبابنا ملتهين بالموبايل يعني ما يفسرون طريقهم بصراحة. لو يترك الموبايل أو يطبق على صفحة ويحكي بالموبايل. لا ما شايف بس انا تفاجأت لانه ما كل حد ما ذاك الازدحام بالدواسه وصار هذا الاصطدام. اي سيارتي يعني تاذت. اي طبعا فد مره. سبب رئيسي تقول انه هو سبب الموبايل ولا والله موبايل او عدم الانتباه او سرعه نوبات زايدة. اي نوبات السرعه زايده ما يلحق يعني. شو توجه رساله لاداره المرور نينوى؟ والله وجه الرساله يا اما يتعملون سايدين سايد واحد هذا وغير مكاني هو رفيع ويقف سيارته منه عدم استخدام الموبايل. هي طبعا عدم استخدام الموبايل وقوانين اكثر. هي طبعا يمنعون استخدام الموبايل اجازه السوق. واكو عافيه شباب يعني ما عندهم جايز ما عندهم خبره بالسياقه. اول شيء يعني اكو منهم يعني سواقتهم مو مضبوطه. ها يجون على مود التليفونات شيء اكيد. هاي التليفونات يعني هاي خطا. زين هذا الحادث امام محلك شو شاهدت قبل قليل؟ والله شاهدت يعني بس سمعت حس الضربه قبل طلعت. نعم. شيء اكيد من عندي ام ابو الكوين لان هو يجوز كان ملتهي بالموبايل او شيء هيك. كان فارغ على ما كان فارغ. اي زين سببها يعني انه السواق وعدم حاملين السواق. اي 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 بلى. شو توجه رساله لدائره المرور نينوى؟ والله احنا نوجه رساله يعني لا يمشون اذا ما اجاز السوق واللي سيارته مضبوطه وسياقته مضبوطه يطبقون النظام شيء اكيد. نعم يعني شوفت عينك انت العلامات المروريه من الضروريه نعم من الضروري.